طيب متذكر هذاك الأسبوع وين كنا؟ كنا بمتوازي الأضلاع الباراليلوغرام. ايه صح. شو كان الباراليلوغرام؟ رباعي. حاول تشرح لي، احكي عنده نفس بالإنجليزي عادي عادي أريح لك. عنده equal size. آه نعم تمام. كل ضلعين متقابلين parallel، وشو بيكونوا؟ equal لبعضهم. طيب معناتها هذا A هذا A هذا B هذا B. حكينا عن بعض الخواص في خصائص، درستيهم صح؟ ايه درستو. ممتاز. نحن هون وقفنا آخر شيء. ايه طيب صح. طلع يا هيا، تعالي نتذكر بقى شو بدنا نعمل. حذكرك بهي القاعدة ببعض الشغلات اللي أخذنا، عملت لي هيك راجع مع بعض. تعالي ناخذ باراليلوجرام، حأرسم من هون باي سيكتور ومن هون باي سيكتور. لما بيلتقوا تو باي سيكتورز بالمتوازي الأضلاع، شو بتكون هي الزاوية؟ هي رايت الأنجل رايت دائما، صح؟ تذكرتيها؟ طب حلو كتير. نفس الفكرة، إذا برسم باي سيكتور من هون وباي سيكتور من هون، كمان هدول شو راح يكون الزاوية بيناتهم؟ كمان رايت. رايت. طيب حلو كتير، تعالوا نروح على الرسمة الأساسية تبعهم. شوفي هون شو عم بيقولوا. طبعا القاعدة كتير كتير سهلة. شوف عم يقول لك إذا هذا البايسكتور أنا كملته، شوفي كمل، وكملت البايسكتور الثاني داير بس على الألم مثل العادة. لا إله إلا الله. ثانية بس. طيب إذا أنا كملت هذا البايسكتور يا هيا، شفتيه؟ شوفي وقف عند إي كمل لعند إف، وكملت البايسكتور اللي هو من إي وقفت عند إل، وكملت البايسكتور اللي هو من عند سي ووقفت وين؟ عند اف عند اف. طيب بس راح نعمل له جد تفعيل. اوكي ماشي الحال. إذا بتطلع على الزاوية إيه، مو هي بالأساس الزاوية إيه، رايت؟ أمبالا طب بالطرف الثاني شو بدها تكون؟ رايت طيب نفس الفكرة، مين؟ كي. شفتيها كي؟ شو راح تكون بالطرف الثاني؟ كمان رايت برضو نفس الفكرة. طيب هلا إذا بتطلع من A ل-L ومن B ل-L، لك مو هدول 2 باي سيكتورز؟ معناتها هي كمان شو بلا راح تكون زاوية؟ رايت كلهم رايت صاروا نفس الفكرة، مين؟ مع دي وسي. الفكرة دي وسي. طب شو صار عندك هذا الشكل اللي كل زواياه رايت؟ سكوير مو شرط، مو شرط، ريكتانجل خلينا. ريكتانجل تمام لا لأنه سكوير حالة خاصة. اوكي طيب كتير كلام جميل. هلا كله هذا ما بدنا اياه، شو اللي بدنا اياه؟ اللي بدنا اياه يا هيا كالتالي. هذا بدي يفسر له. طيب طلع عن المستقيم اللي هو اي كي، مستقيم اللي هو شو اي كي، هذا شو كنا نسميه؟ كنا نسميه دياجنوال، متذكرتيه؟ الدياجنوال هذا انا بدي احسب هذا الدياجنوال عن طريق ال A وال B. شلون بحسبها؟ بقول اي كي تساوي دوما مين بيقابل ال اي كي؟ ال A اي ناقص دائما. طبعا من وين اجت؟ اجت صعبة شوي، من جابوها؟ جابوها من التشابه. يعني اذا بكمل هاي
تكون قطعة مرة من منتصفي الضلعين إذا بتتذكر هي تبع بيع، بتكون بتوازي الثالثة 3-1. إذا كان أطلعت عندي بواحد؟ إيه هاي يعني شوي صعب برهانة هاي، فمشان هيك ما رح تستفيدي منه، أوكي فاحفظي لي إياها هاي إذا كاتب، تمام. وبعتقد مو صعبة لا لا مو صعبة، سهلة جدا سهلة. بس ما بتجي لأنه دايركت مو؟ هي صراحة إيه ممكن تجي ضمن سؤال، يعني السؤال يكون أكبر من هيك بس إنه لازم تكوني بتعرفيه. أوكي تمام. هاتي نشوف شو ممكن تساعدينا هون أنت. هون بس بدنا نعمل لك substitution، طيب ده يعني تكون بس يعني I'm done perimeter بس قريت على بس ال DC ده تكون 56. برافو عليك. طيب سهل ما ايه بسيطة. هلا نفوت بشو؟ ب الاريا مثل ما اتفقنا نحن، اي رباعي هي اي شكل هندسي بقدر احسب الاريا تبعه، فهلا صار وقت انه نحسب الاريا لل الباراليلوجرام. طيب شلون بحسب الاريا للباراليلوجرام؟ طبعا كثير الامر سهل، شوفوا هاي اي بي سي دي. طيب هلا يا هي مو هذا الضلع A، هذا الضلع B، هذا شو راح يكون السايد A وهذا السايد ايه هذيك B. طب هي الزاوية راح تكون X مثلا، هي الزاوية شو راح تكون؟ اكس طيب سؤال صغير يا هي، إذا قسمت هدول الاثنين قسمت دياجنون، لاحظي إنه صار عندك مثلثين، يا ترى هدول المثلثين نفس بعضهم ولا لا؟ بلا نفس بعضهم اللي هن دي بي سي و اي بي دي، نفس بعضهم حرفيا. ليش A و B، A و B والزاوية X والزاوية X، فكأنه الباراليلوجرام هو مثلثين، كأنه يعني أنا بحسب مساحة مثلث وبضربه بشو؟ باثنين. فهمت الاثنين شو صح. قصدي؟ ايه يعني الفكرة تعالي ننزل من هون، هاي من الرأس، هذا هاي، هذا H، مساحة المثلث شو كانت؟ نص القاعدة البيس ضرب الهايت، صح؟ صح طب إذا ضربت باثنين مو بحسب الباراليلو كله؟ بلا، فخلص من أول ما نحط الهاف. فأنا ليك بحفظ شغلة، ما في داعي أحفظ كل هدول، بحفظ شغلة بحياتي شو هي؟ بحسب مساحة مثلث وبضرب باثنين، دائما إيه دائما؟ في تمام. مشكلة؟ لا طيب لا لا ركزي معي شوي، هلا في الثانية، هلا رح نتذكر قواعد المساحة بالمثلث، الاريا بالمثلث. هلا كانت أول وحدة نص القاعدة بالارتفاع، الثانية كان فينا نحسب مساحة المثلث مثلا دي اي بي عن طريق الزاوية هي، شلون كنا نقول؟ نص هذا الضلع رح سميه بي وهذا الضلع اي، هو اي بي نص ضرب الضلعين بساين الزاوية بيناتهم، متذكرتيها؟ أي متذكرته. هي مساحة مين؟ الترانجل. طب بدي أحسب الباراليلوجرام، بضرب باثنين بس، تمام سهلة ما؟ كتير. طيب هلأ في وحدة بس هي أخذناها الدرس من درسين بس بدك إياك ترجع تتذكريها، شو هي؟ هي كان في قاعدة لحساب مساحة أي رباعي حتى مو ضروري باراليلوجرام، شو ما كان إن شاء الله يكون هيك، هذا ما له باراليلوجرام، كنا ناخذ الدياجونال وناخذ الزاوية نضربهم بيناتهم، نجمعهم ونحطهم على اثنين. لا ضربهم اي واف كنا نسميهم، متذكرتيها؟ ايه وناخذ ساين الالفا، الانجل يعني تمام. هون الانجل هي الفا، فنص اي سي دياجونال الاول ضرب بي دي ضرب ساين الالفا، حتى هم شوفي شو مسميين بي دي اي واي سي اف، وصلت ولا لا؟ ايه وصلت تمام جدا سهلة بعتقد. كتير.
يلا هاتي حلي لنا بقى. طب أي وحدة بيستخدم حسب المعطيات، حسب هو شو عاطيني. Two fifty five. Sorry, 225, مو 55. طيب تعالي نشوف كيف حليتي. أول شيء من ال 17 دغري عرفت 15 و8 لأنه البايثاغوريان بسرعة، وأنا دغري ضربت 15 ب 15. هاي مو قدر على وقت الأتراك. كدر يلا هات نشوف هذا. هذا بده تشغيل مخ. يلا ثواني. يلا عندك. طبعا عارفين لا تلخبطت شوي من ال قربتي يلا كم كم يعني.
أوكي سو جوابي أصلاً ما له من الخيارات فأكيد غلط. عم أقول لك كأني عملت غلطة، بس غلطة بسيطة لأنه جوابي ما له موجود. طيب تعالي نتساعد فيه. طيب شوفي اياها، اول شغله شوفي بدك تنتبهي على المعلومه اللي اعطيك اياها تحت. اعطينا معلومه حلوه صراحه، عم يقول اي بي زائد اي دي. طب انا ولا مره قلت لك انه ممكن استفيد من جمع ضلعين، صح؟ ولا مره اخذنا هالشغله. قال امبارح ممكن نستفيد اذا بنشغل مخنا، كيف؟ لاحظي هدول الهايت اللي هو 12 وهذا 9، هذا نازل على هي الضلع وهذا نازل على الضلع الثاني. طب شو رأيك نرسم حد فاصل دياجنون؟ ما صار عندي مثلثين؟ بلى. طب مو مساحة هذا المثلث الاريا لهذا المثلث نفس الاريا لهذا المثلث؟ كيف عرفت؟ ما نحن مو اتفقنا شغلة انه قصدك لما برسم بالكبير ولا ب شو اسمه اول مثلث دي اي بي والمثلث الثاني دي بي سي. الكبار مو الصغار؟ ايه الكبار، على الكبار اكيد الكبار. الصغار شو عرفنا؟ مثل ما ما قلتي انت ادري. شو عرفنا؟ تمام فهمتي شو قصدي؟ ما ايه طب معناتها فهمت. اذا مساحة هذا اس، مساحة هذا كمان شو؟ اس. اس طب تعي نقول مساحة المثلث اللي تحت شو هي؟ نص البيس اللي هي اي بي بالها على الهاي اللي هو 9 يساوي، مو هون كمان المساحة هي نص البيس اللي هي بي سي بالهايت اللي هو 12. طب نص مع النص طارت، التسعة بتتقسم على 3 و12 بتتقسم على 3، فشو صار عندنا؟ 3 من اي بي يساوي 4 من بي سي. تمام؟ ايه تمام. معناتها الـ AB 4K والـ BC الـ BC 3K والـ AB، تذكرتيها هاي؟ قريب قريب بعيد بعيد، 4K تذكرتيها ما؟ ايه اتذكرت. طب هو مو عم يقول لك AB زائد AD 28؟ طب الـ AB قديش؟ 4K والـ BC 3K إيك ولا شو؟ 28. إذا سوري جمعتهم معناتها الكي إيك ولا 4، معناتها الأي بي هي 4K يعني 16 والبي سي يعني 12، صح؟ ايه صح. طب مساحة هو بده الأريا للباراليلوغرام كله، ف 12 ب 9 144 12 ب 12 سوري اصلا. 16 ب 9 ممتاز، يعني 100. يا سلام عليك، ممتاز وصل. ما ايه وصل، بس اعطيني دقيقتين تكتب. تبي تكتبي؟ اكيد لازم تكتبي هذا السؤال.
اوكي تمام. خلصتيها يا؟ اي خلصت. طب طلعي على هي القاعدة، حاولي تفهميها لحالك لأنه أنا شرحتها. هي نفس تبع المساحة الاريا. تمام. ما فرق شيء، بعتقد مو جديدة علينا لأنه نحن حكيناها ذاتا. طيب نفسه اصلا. ممتاز، طب اعملي لك نظرة على هي وحاولي تفهميها لحالك. شو الفرق بينه وبين اللي فوقه؟ انه هون رجعوا قسموها مرتين، يعني لا مو قسموا، بيقسموا يعني بس الدياجونز كلهم. ايه رجعوا رسموا another diagonal. هاي هي، شوفي هاد قد هاد هاد قد هاد، الحين اسمه لأربع قسات. تمام؟ تمام. يعني اي دياجنولز برسمه، اي دياجنول برسمه رح يقسم المساحه لقسمين متساويين. طيب هي القاعده، هي طبعا هي القاعده ما في اسهل منها. تمام، هلا منظره مو حلو بس تطبيقها كثير سهل. شوفي هي رح تفيدنا كثير. ها شوفي، هي اذا برسم من الرأسين، انا اي رأسين متجاورين، مثلا هي A B C و D، مثلا من A و D، من A و B، من B و C، من C و D، اي رأسين بدك اياهم ورا بعض، برسم مستقيمين على الضلع المقابل، ما راح يصير عندك مثلث؟ امبلا ضروري يكونوا قد بعض. قالها لا لا لا، هدول ما دخلت فيهم. لا لا مو ضروري، شلون ما بدك؟ فيك ترسميهم هيك، طلعي فيك ترسمي هيك مثلا، هيك لتحت وهذا هيك. معقول هدول قد بعضه؟ لا، لا اوكي بس تمام. صار عندك مثلث. هي المهمة، هي دوما هذا المثلث دوما مساحته قد نص مساحة متوازي الأضلاع دوما. هقول لك ليش. طبعا شوف، هاد سي اف بي او اي اي بي، شو ما كان، المهم الرأسين جنب بعض. طيب شوفي هي، ركزي منيح. ليش؟ طيب سؤال منطقي ما؟ بلا ليش؟ طيب تعي نرجع لرسمه، هذا بفيدنا كثير، بيوعينا شوي عن المثلثات. تعالي نرسم المثلث هيك. ما صار عندي مثلث؟ مساحة هذا المثلث نص مساحة متوازي الأضلاع. احنا ليش هلا بدنا نعرف؟ طب تعي نسمي هذا الضلع اكس وهذا واي، شو صار المقابل؟ اكس بلس واي. طيب شو رأيك ننزل ارتفاع؟ هاي هذا اتش، مساحة المثلث شو هي؟ هي نص البيس اللي هي اكس بلس واي ضرب شو؟ اتش حلو، هاد مين؟ الترانجل المثلث. هلا تعال نشوف المتوازي الباراليلوجرام كله، شو مساحة الباراليلوجرام؟ القاعدة ضرب الارتفاع، صح؟ بلا النص، مو هيك اتفقنا؟ صح. طب اعملي مقارنة بين التنتين. نفس الشيء. بس بالنص. تمام. بس نصه بس نفس الشيء. ايه تماما، وصلت ما؟ ايه وصلت. على فكرة برهانة مو هيك، هو بس هي كتير برهان بسيطة طلعت. أصعب، بس أنا هيك برهنت صراحة، ما حبيت البرهان الثاني، ما عجبني. طب عن إذنك ثانية، بس حلي لي السؤال اللي تحته عن إذنك ثانية. إيه؟ اوكي تمام.
ايه هي الحل معاك؟ الو انحل انحل سهل ما؟ ايه سهل 18. حلو كتير، يا سلام. طيب هلا هذا الشكل يا هي ضروري ضروري، يعني شوفي في بعض الاشكال محطوطه بالكتاب بيقول لك احفظوها مثل هذا مثلا، تمام. هلا انا ضد الحفظ، تمام، لكن دائما دائما ايام، طيب مو دائما اسف، ايام يكون شكل اذا طاف عندي حفظه اسهل من انه يحله حل. يعني هو كل شكل له برهان، فيا بحل على البرهان يا بحل على حفظ الشكل. في بعض الاشكال مثل هاي، تمام، لا اذا حفظتها اسهل، تمام. هلا راح اقول لك ليش وكيف الشكل هيك صار، بس انا بقول لك هيك شكل كنصيحه مني، حاولي انك تحفظي شوي. شوفي هي طبعا كتير سهل ومو دائما بحله هيك، ممكن ينحل بطرق تانية، يعني هاي بالنهاية الهندسة كما بيقولوا شطارة. شوفي شو القاعدة هلا اللي بدنا نطرحها. أنا رسمت من رأس واحد مستقيمين، هدول المستقيمين بالنص، أول مستقيم وتاني مستقيم. طيب حلو كتير، رسمت مستقيم بيناتهم عند نقطة الالتقاء، شوفي نزل على F وعلى E وصلت بيناتهم. لاحظة ركزي منيح معي، ها رح سمي هذا الضلع X، هذا بيكون X، هذا Y، هذا Y، هذا 2X، هذا 2Y. هلا أول شغلة شوفي هذا المثلث، شوفي X و Y صح؟ هذا ايه صح، حأكتب S، هذا شوفي Y وشو؟ و X اكس تو، فشو راح يصير؟ 2S. 2S هذا X وشو؟ 2Y معناتها هذا شو؟ 2S تمام؟ قالوا المثلث اللي جوا دائما حيكون ثلاث أضعاف، دوما. الحل راح أرجيك إياه يعني بالسؤال، تفهيم الفكرة بالسؤال. شوفي هذا الشكل لازم يكون عندك مألوف، صار مين القسم الصغير؟ مو هذا؟ امبالا فهديك حيكون 2S هذا 2S 2S 3S. هلا لو انا بدي حل على البرهان كان بدي طول الحل على حالي كثير، كان بدي اعمل هيك صراحة، حيصعب ويطول، حيصير صعب وطويل الحل. فأنا صراحة ضد، في بعض الأشكال ضد إنه برهنة، أو كان فيني برهنة برهان تاني إني أرسم هاي. شوفي إذا رسمت هذا الدياجنون طبعا راح يطول الحل كتير. ما صارت هاي تتذكرين قاعدة القطعة المارة من منتصفي ضلعين في مثلث توازي الدالة اه وتساوي، يعني فتت بقصص مالي فيها اكفي دي هذا يسهل بكتير بكتير. هلا شوفي هاي مثلا بقدر برهن لك اياها، هاي ليش بتفيدك؟ هاي اذا برهنتيها اسهل ما انك تحفظني. شوفي شو عم يقول لك، اذا رسمت دياجنون تتذكري القاعده هي لما بنرسم قطعتين بالمنتصف، شوفي اي اذا واحدة بتصير هاي 2x، وحتى برهناها بالتفصيل الممل، هاي 2x وهي 2x وهي 2x، شو ايه تمام طب مو هاي 2x، هاي راح تكون 2s، هاي شو راح تكون؟ 2s وهي كمان 2s. طيب تعال نروح على الرسمة تبعه بس لأنه أوضح. تتذكري وقت رحنا على البرهان لما ديانو الثاني رسمته هيك شو قلنا وقتها؟ هي إنه طلع هاد حيكون ميديان، بيكون الدياجنوال ميديان بين بعضهم، تذكرتيها؟ يعني دي ال او ايه دي هاي او رح تكون قد او بي. طيب ما صار عندك هاي سنتر اوف جرافيتي لانه هذا ميديان وهذا ميديان، دي اي ميديان والسي او ميديان، صار عندي سنتر اوف جرافيتي. فصارت شوفي تتذكري هاي تبع هاي اكس، هي شو بتكون؟ 2x طلعت 2x عم تعطي 2s،
فالإكس شو بدها تعطي؟ S S. نفس الفكرة وين؟ هي تو هون. S هي. طب سؤال، لما برسم دياجونال مو فوق راح يكون قد تحت؟ طب فوق 6S تحت مفروض 6، طب هي S وهي S قد ايه باقي لها هي؟ فور. فهمتيها؟ ايه فهمتها، بس هو شو هالكونسبت؟ هو انه احنا بس نلاقي الاريا لاشكال غريبه. ايه بس هيك يعني، حتى هي فيك تحفظيها يعني، في كثير عالم تحفظها، بس انا صراحة يعني شوف انه في اشكال حفظها اسهل، في اشكال فهمها وحفظها، حبيت تحفظيها مع فهم بيكون افضل وافضل. تمام. وصلت ما؟ ايه وصلت. شوفي هون، هلا هون القاعدة كانوا عاطينا اياها تحت، طبعا هي الفكرة احلى فكرة، ان شاء الله تجي الامتحان. شوفوا لما بترسمي دياجنون تمام، وبتاخدي اي نقطة بالدياجنون مو ضروري بالنص، اي نقطة بترسمي اربع مستقيمات، ما راح يصير عندك اربع اريا؟ بلى. كل تنتين متقابلات يعني اس واحد واس اثنين، اذا جمعتهم راح يكون يساوي ايكوال ل اس 3 واس 4 دائما. تمام. حلو هذا القاعدة. المطلوب منك، استني بدي اياك تفكري بالبيت ليش، بس نخلص انت هيك بس تصفني تخلصي، بدي اياك شو السؤال؟ تفكري ليش واي البروف، بدي البرهان. طيب تمام، بفكر لك فيه. طبعا انا ولا مره اعطيتك وظيفه برهان، مع انه انا معروف بالصف بعطي كثير وظائف للبرهان، اغلب البراهين خلي الطلاب يحاولوا لهم. طيب هي اس 3 وهي اس 4 عم اقول لك مجموعهم 15، معناتها هدول كمان قديش؟ 15 15 15 30. طيب طبعا هون عم حاطين القاعده، السؤال اول بعدين القاعده كونكلوجن، ما في مشكله. هلا يا هيا تعال نشوف هاي القاعدة. هاي شوف، أنا عندي متوازي أضلاع، اخترت أربع نقاط من هالمتوازي، هي وهي مثلا وهي وهي تمام، وصلت بيناتهم هيك، لاحظي إنه صار عندك رباعي، شفتيه؟ هذا بيسموه ايه طبعا، هذا بيسموه ترابيزويد، ما بعرف اذا بتعرفيه. نحن رح ناخده، ما بتعرفيه؟ لا بعرفه بشكل هيك يعني لا لا بيرلي. نحن ما بدنا شيء منه هلا، هلا ما رح نطلب منه شيء طبعا. طيب شو اللي بينطلب منا هي بهي الفكره؟ ما بقدر احسب مساحه هاد ولا مساحته كله، بحسب النسبه. شلون يعني؟ يعني بيطلب مني مثلا مساحة هذا، شو اسمه هو؟ KLEFE، KLFE على مساحة، يعني هذا مو قانون لحساب شغلة واحدة، لحساب نسبة تمام؟ مساحتين، شوفي مو مساحة واحدة مساحتين، على مساحة الباراليلوغرام كله. طبعا أنا عن جد مالي حافظة، فهمانة فهم، شوفي كيف فهمانة. أنا مو بدي مساحة الترابيزويد أول شيء، طب مين هن أضلاع الترابيزويد؟ كي إل و إي إف، مو هن المشتركين مع الباراليلوغرام؟ بلى. فراح أقول كي إل زائد إي إف، لأنه نسبة المساحة هدول نفس الارتفاع، في نفس الهايت. الهايت للباراليلوغرام نفسه الهايت لمين؟ للترابيزويد، صح؟ صح. فمعناته مين اللي رح يحدد المساحة؟ السايد. السايد. كي ال و اي اف. طب وإي إف. طب تعالي ننزل على اي بي سي دي، طب انا اخذت كي ال و اي اف، هدول اضلاع شبه المنحرف او الترابيزويد، طب اضلاع متوازي الاضلاع مين هن او الباراليلوغرام؟ هن اي بي و دي سي اللي هي اي بي. لك هي مو نفسها اي بي؟ رح ارتبط مرتين، فرح تصير تساوي كي ال زائد اي اف على اي بي 2 اي بي مضروبه. هاي تمام.
يعني انت اذا بتحس هي من وين جابوها؟ حسبوا مساحه شبه المنحرف، حسبوا مساحه متوازن الاضلاع واختصروا بس. يعني كثير سهل. وصل؟ ايه وصل تمام. خليني احل لك هذا السؤال لاول مره انا. بالتستات في منه، لانه هون في مشكله شوي بهدول عند الطلاب بتصير. شوفي هاي المشكله بهذا السؤال. مشكله هذا السؤال ابدا مو الهندسه، الجبر للرياضيات. حقول لك ليش. شوف عم يقول لك دي ال تساوي كي ال على 4 تساوي ال سي على 5. لما بيعطيك ثلاث نسب، انا كشخص بحب اني احط نسبه جديده سميهم ام. يعني الدي ال هي ام، الكي ال على 4 هي ام، فالكي ال قد 4 ام، ال سي على 5 هي ام. ال سي كل عفوا ال سي كلها معناتها هي 1 ام. بس ثواني، ال ام حلو كثير، معناتها هي 1 ام حلو كثير. تمام. اي في اي مشكله ننزل لتحت نفس الفكره حسميها تي مثلا. الاي اف هي تي، الاف بي هي 3 تي، والاي اي هي 4 تي. هلا اول شغله ياها يا رح نعملها، طلعي مو انت عندك هذا قد ايه مجموعه؟ 8 تي، وهذا 6 ام. طيب حلو كثير، مو هدول لازم يكونوا قد بعضهم؟ بلا، معناتها ال 6M لازم تساوي 8T. طب تعالي نقسمها بس، صح؟ صح. معناتها ال M شو بتساوي مثلا؟ مثلا 4T over 3، صح؟ over 3، صح. فيني أعملها بالعكس، فيني أقول T equal to 3M over 4، نفس الشيء طبعا. على راحتك هي القصة، ممكن نعكسهم هلا ممكن. طب تعالي نروح للقاعدة الكاملة. القاعدة شو بتقول يا هي؟ مساحة هاد 4 على تي، 4M على 8 على تي. بس خلينا نكتب الرباعي LKFE على مساحة، بس مشان نتذكر القانون. على مساحة ABC تساوي 4M بلس تي. طب تعالي بدل ام نحط، حط شو؟ بدل ام ححط 40 اوفر 3. هلا بقول لك ليش، حتعرفي ليش. مشان تكون بس ب 1 فاليو، مجهول واحد. اوكي مشان اختصر، زائد بلس تي على مساحه اي بي سي دي. هي مو انا كله بدلاله تي، رح خلي بس هي. يعني كم 8 تي عندي؟ تنتين 8 تي، يعني 16 تي. عرفتي ليش؟ لانه حقول هاد زائد هو. طب مو اثنين قد بعضهم؟ فكاني جمعت 8 تي مرتين. تمام. شوفي شو راح يصير هلا. تعالي نوحد المقامات، 4 ب 4 16 زائد 3 تي، يعني 19 تي على 3، وهون تحت 16 التي مع التي طارت. طارو. مساحة ال كي اف اي قديش؟ 38 على المساحة المطلوبة حسميها اس. اسهل، 16 38 مع ال 19 2. هلا نزلت ل 3 لتحت، 16 ب 3 انت عم تضرب، ايه مو بتنزل لتحت تضربهم. 48 ضرب 2 لانه وسطين بالطرفين، 92. ممتاز. عرفتي ليش عملت بدلالة تي كله؟ هاي المعلومة أهم شيء. تمام. سهلة ما؟ إيه بس جديدة يعني الفكرة. جديدة جديدة. قلت لك مشكلة السؤال جبر مو هندسة، رياضيات. تمام. هاي التناسب. تناسب؟ درس اسمه التناسب. تمام. مالك ما بتعرف، بلا بتعرفيه انت. شو اسمه؟ تناسب؟ يمكن اذا شفته بعرفه. بالانجليزي يا الله. تبع هيك، تبع اي على بي، ما نسيت اسمه بالانجلش. عم صرنا ساعة بنحكي انجلش، نسينا اسمه. اول درسين. اوكي اوكي.
كان اسمه بالانجليزي؟ والله ما بعرف. اذا اللي بتحكي انجليزي نسيت لا اعتب عليك، ما في انا مشكله. بعرف احكي انجليزي بس ما اعرف اسم الدروس لك لا بالانجليزي انا بعرفه تبعهم. بس نسيته صراحه، نسيته. لا صار بدي اعرفه. هلا بتعرف، هلا ارجع كتبتي؟ اي كتبته. ممتاز. طيب هلا شو المطلوب منك؟ طبعا لسه ما خلصنا، بقيان هذا الاكوليتر كوادرانجل، ما راح اقرب عليه هذا الدرس، راح ننزل على التستات. مطلوب منك بس اول تيست حاليا هلا طبعا، او مو كله، لا لا مو كله، راح اعطيك اسئله معينه، والدرس الجاي بناخذ الاكوليترال وبناخذ معه شو اسمه حل التستات. ممكن الاكوليترال شغلته 5 دقائق يعني، بس بكفي قواعد. شوفوا من التست واحد، شوفي شو بدي. السؤال الثاني الباقي وظيفة طبعا، الثاني عم تكتبي معي؟ ايه الثاني التست شو كان؟ الأول ها مو السوليوشن، اوكي بتعرف كتلات حاس سوليوشن. تعودت. تمام تمام يا حرق ريقي، بدي السؤال الثاني والرابع والخامس والسابع. حلو لطيف السابع، معلش، وال11 وال12 خلينا نحلهم. طبعا في سؤال صعب كتير ما رح احل لك اياه للدرس الجاي يلي هو 9، دسم شوي، حاترك لك اياه وظيفة تفكري فيه. اوكي تمام اوكي هدول هلا بدي اياهم معك يلا ربع صح. ساعة، ربع ساعة بعد ربع ساعة راجع. اوكي اوكي تمام تمام
شو هاي خلصنا؟ لا خبرني بالسؤال السابع. طب نتساعد شوي ولا لا؟ نحلو اللي بالصفحة الأولى؟ مو كلهم. اسمع طب هاتي نشوف. مثلا أول شيء نبلش باثنين. طب هاتي أي واحد؟ شفت ثاني بلش اثنين باثنين خطوة يكون ثواني أرب ايه؟ خطوة يكون 24 مثله، بس ما حسيته منطق. هلا احنا ما بدنا ممكن وما ممكن، كله ممكن بالحياة، ما في أكثر من الممكن بالحياة. طب هاتي لنشوف، قولي لي شو عملتي وعلى أساسه بنحكي. هون على أساس أني أنا بلشت بال triangle AEB، أنه هدول عندي على أساس اثنين angles، بس ما حلو، استفدت شو. أتعرفت قديش تطلع EA هاي؟ 66. طيب سؤال، مو هاي زائد هاي 180؟ بلى طيب هاي 66، هاي 24، معناتها هاي شو بتطلع؟ right. 90، معناتها هاي قد ايه؟ ليش؟ كيف عرفت؟ equilateral triangle. Oh my God. عفوا isosceles، آسف آسف، isosceles triangle. مو هي تمام. 66 فهي كمان 66، متفقنا كل زاويتين متقابلتين متساويتين، معناتها هي 21 لحتى يصيروا 66. يا وحدوش. يعني بلشت صح، بس لو كملت بس لو انتبه على انه مجموعه 180. اوه ماي. لا انا لا 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 خاطر لي يكون 180، بس قلت لحالي كيف بدي اعرف الانجل اف سي بي، فرق دغري كنسلت الطريقه. اخ فهمت؟ اخ، ما انتبهتي على الايسوسيلس؟ انتبهت. يلا معلش معلش، غيره اربع حل اللي هو سته طلع اربعه معي. انحني، ممتاز. خمسه اجين، خمسة خمسة وصلت لآخر ستيب وضعت طب طلعت ثانية، أي بس ثانية، ايه هيا ايه، هاتي نشوف شو عملتي. هون أول شيء حطيت إنه كمان سي بي ستة عشان إنه أضمن حالي. بعدين عندي طولنا هلا، 60 90 حتكون 30، فأي إي ممتاز. حتكون 3. طيب وهون وقفت، كيف بدي أجيب إي بي؟ ما عم بقدر أعرف. هاي 3 جذر 3 صح؟ مثلث شهير. صح طيب صح أنا حاكي لك ملاحظة، هداك الدرس هي ألفة هي ألفة، طلعي 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 طلعي. Oh my God. هاي لا لا ستة، أستاذ. بلا بلا، ليش صارت هيك تكون أخطائي غليظة؟ يا حرق حريشك، يعني عم تحلي 70-80% من السؤال أنت، فهي يا تسعة ضرب الارتفاع. لا بعتقد التكملة كثير تافهة. كثير. يلا معلش معلش معلش، دائما لما بيكون عندك باي سيكتور بمتوازي الاضلاع فكري بحرف الزد. على فكرة والله كتبتك يا هذاك الدرس، متذكرة لانه منيح. معلش معلش، بنرجع من عيده. السادس ما حكينا عنه، بتحلي لحالك ولا قلت لك حلي؟ لا ما قلت لي السابع قلت لك، السابع منه. ايه نحل صار. معايا؟ لا كنت هلا مبلشة فيه، فما كثير قدرت افكر فيه.
طب أعطيكي كمان شوية وقت ولا كمل الحل وبعدين بتكمليهم وظيفة؟ إذا بدك يلا سامع تعالي. حله، وإذا إيش ما فكر فيهم. طيب طلعي على هاي الزاوية اللي كتبتها، صح ولا خطأ؟ خطأ. لا صح. 2 باي سيكتورز، 2 باي سيكتور شو بشكل زاوية؟ ايه صح. طب تعالي نكمل هذا الهايت. أول شغلة هي مول مساحة متوازي الأضلاع، الأريا لمتوازي الأضلاع القاعد ضرب الارتفاع، معناتها الهاي إذا طيب هلا هذا 15، شو السبب؟ 9 12 15، 3 15 4 5 مضروب ب 3 صح؟ صح. ضل علي أحسب مين؟ هذا الهايت اللي بالأزرق. طيب دقيقة، هي الأريا للمثلث دي إي سي مو هي 9 ضرب 12 على 2، بضرب الضلعين القائمين على 2 بلى. ايكوال لشو؟ لك مو هي بنفس الوقت فيني اقول هي 15 ضرب الاتش هذا القاعد ضرب الارتفاع 2، انا على خياري على راحتي، مو الاثنين بيعطونا نفس الاريا؟ بلى. معناته صار فيني اعرف اتش، بقسم هي على 3 بتصير شو؟ هون 5، هون بتصير 4 مثلا، 9 ضرب 4 36 تساوي 5 اتش، اتش تساوي 36 على 5، معناتها هذا قد قياسه 36 على ثلاثين خمسة 5. طب مساحة متوازي الأضلاع شو هي؟ القاعدة ضرب الارتفاع. طب الارتفاع شو هو؟ أول جزء منه 3 والثاني 36 على 5، يعني 3 زائد 36 صح؟ صح. فوتي 15، طبعا أسهل ما توحدي مقامات برأيي، 15 ضرب 3 45 زائد، هلا 15 ضرب 36 على 5، 15 مع ال 5 شو اللي بقى؟ 3، 3 ضرب 36 108 ثمانية بيجمعوا بيطلع 153. هاي هي كثير سهلة، ما طلعت يعني سهلة وصعبة، مو كثير سهلة بدها شغل. بدها هيك طلقت انه الاتش هيك. ايه تمام، قلت لك 11 و12 صح؟ ايه ما قلت لي الثامن. طب احذري شو، حنوقف اليوم هون، وظيفة إليك التست الأول والثاني، كل شيء ما حليناه بالتست الأول والتست الثاني كله طيب تمام تمام؟ بكرة إن شاء ان الله شاء الله. حناخد آي كيو درس ان شاء الله الإشكال. يا تمام. رب، أي سؤال أي استفسار يا هيا؟ لا لا يسلموا كتير. يا شكرا رب لك. الله يسلم إيديك أنت ويعطي أسرع يسلموا كتير. يعطيك